بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من برنامجكم سؤال محيرني، وما زلنا في الأسئلة المرتبطة بالتشكيك والإلحاد. في سؤال بيتكرر بصيغ مختلفة، ونتمنى النهاردة نريح السائلين وكل اللي بيفكروا في السؤال ده. هو إيه مصير ناس أخلاقها كويسة وسلوكها حلو ويمكن أحسن من بعض المؤمنين؟ هل ضروري هيبقى مصيرهم جهنم لأن هم ما أمنوش بالمسيح؟ ينضاف على السؤال بقى إيه يعني حيثيات أخرى. طب ولو ما كانش اتعرض عليهم المسيح؟ طيب ولو واحد عمل الإنجيل قاله وهو غير مؤمن في الوقت اللي واحد مؤمن ما عملش اللي الإنجيل بيقوله، مين عند ربنا هيبقى أفضل؟ او يجي سؤال من واحد بقى غربي ملحد يقول المسيحيين بيقولوا احنا بس اللي رايحين السماء، يبقى ايه ناس انانيين وكفروا الناس كلها. كل دي انواع من التساؤلات اللي بتيجي في قضية خلاص الناس بدون المسيح. السؤال ده شائك ليه؟ لانه خليني الاول اشرح لكم كشعب الكنيسة خطورة السؤال ده. لو احنا جينا في جانب الرحمة وقلنا حرام ان واحد اخلاقه كويسة يهلك، كده احنا ناس رحومين، فبنقول بقلبنا مش بعقلنا، بنقول حرام واحد كويس يهلك. بس المعنى ده لو اكدناه هيبقى السؤال البديهي، طيب بما انه حرام يهلك مع انه ما يعرفش مسيح وما بيتناولش وما تعمدش، طب ايه لزوم المعمودية والتناول والتجسد والفداء والمسيح واعلان الثالوث؟ يبقى احنا كده شجعنا اتجاه انه ممكن كل واحد باخلاقه يعرف مصيره. لو رحنا الناحية التانية وتشبثنا بان المسيح وحده هو باب السماء، وده اعلان كتابي، ده مش براحتنا، ده المسيح قال أنا هو الباب، أنا هو الطريق، لا يستطيع أحد أن يأتي إلى الأب إلا بي. وفضلنا نأكد بس أنه من غير مسيح مفيش خلاص. في ناس كتيرة هتتهمنا بأن احنا إيه متكبرين، وإحنا حجرنا على السماء وبقت بتاعة المسيحيين بس، وإن احنا بالتالي كأننا بتعبير البعض كفرنا الناس كلها. فتلاحظوا أن احنا لو جينا يمين قوي وبدافع الرحمة والتعاطف قلنا لا برضو ناس كويسة يصح يدخلوا السماء، سيبنا الإنجيل ونسينا كلام ربنا وتحركنا بقلبنا، ده اتجاه يلخبط، لأن في الآخر يبقى الإنجيل كله ملوش لازم. ولو تشبثنا بفكرة أنه لا خلاص بدون المسيح وهو دائما المسيح، بس قلناها بطريقة حاسمة قاطعة، احيانا ينتج عنها نفور الناس بانهم بياخدوها من زاوية انت كده حكمت عليا بالاعدام ما ادتنيش فرصة. تعالوا نناقش الفكرة عشان هي فكرة حساسة زي ما بقول لحضراتكم، وهنا تلاقي في الرد دايما في ناس بتجزم وتقطع يعني بشكل يقيني انه طبعا المسيح قال اللي ما يعرفنيش مش هيدخل السماء. خلينا نبتدي بالنقطة دي، لأنه فعلا احنا ما نقدرش نطلع برا كلام ربنا يسوع. هي السماء دي بتاعت مين؟ السماء دي بتاعت ربنا، وربنا زي واحد صاحب بيته، بيت ما ينفعش واحد يدخل البيت ما يعرفش صاحبه، ما هو أساسا مش هيدور على البيت ده. يعني تصور واحد عنده قصر، مين اللي هيبقى عاوز يدخل القصر؟ ناس يعرفوا صاحب القصر وداخلين معاهم كارت مثلا او معاهم دعوة او معاهم معاد، فجايين بيتكلموا بيقولوا احنا في معاد مع صاحب البيت. في الكتاب المقدس يسمي الملكوت ملكوت ابن محبته، والمسيح نفسه سمى الملكوت مملكتي. طب واحد ما يعرفش الملك ولا عمره فكر في الملكوت يدخل الملكوت غصب لمجرد ان اخلاقه عالية، هو اساسا معاش بالاخلاق العالية عشان يدخل السماء، ما فكرش فيه، هو عاش باخلاق عالية او بسلوك كويس
لمجرد أنه إنسانيا هو شايف أن ده حياة أفضل. لكن طول ما هو عايش وإن كان في العهد الجديد اتعرض عليه ملكوت السماوات، اتعرض عليه الإيمان بالمسيح ورفضه، وظل يسلك سلوكا راقيا، أخلاقه كويسة، الحقيقة هو ما طلبش الملكوت، ما ينفعش ياخده. هياخده إزاي إذا ما كانش بيحاول يسعى في اتجاهه؟ وإذا كان ما حاولش يتعرف بالملك أو يقبل هذا الملك صاحب الملكوت، يبقى فعلا من المنطقي أنه حتى لو واحد أخلاقه كويسة لكن ما حاولش يوصل السماء ولا يؤمن بالمسيح، يبقى طبيعي ملوش مكان في السماء وما يبقاش ظلم من ربنا. في المقابل كل اللي هيطلب الملكوت أو هيطلب الملك، السكة سهلة بالنسبة له. افتكروا اللص اليمين، اللص اليمين ده إنسان عاش حياته بعيد عن ربنا، لكن في لحظاته الأخيرة صدق في الملك والملكوت، لأنه شايف اليافطة اللي فوق الصليب بتقول هذا هو ملك اليهود، وعارف أنه ملك مش من النوع الأرضي، وسمع تلاقيه عن معجزاته، وبعدين شاف الوداعة والبساطة والنقاوة والقداسة اللي في المسيح اللي يعني بيتريقوا عليه وهو بيقول اغفر لهم يا أبتا. فقال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. يبقى واحد طلب الملكوت، واحد صدق في الملكوت، واحد سعى للملكوت، خلاص ده ياخده لأنه طلبه وسعاله وصدق في الملك صاحب الملك أو الملكوت. لكن تاني أقول السماء بالنسبة لنا مش سماء الطيور، احنا مش بنقول الناس هتطلع تبقى عصافير ولا من نجوم بالمعنى الحرفي. السماء كملكوت السماء هي مملكة الله الدائمة الأبدية الخاصة بالله وكل أولاده. واحد ما كانش ابنه طب هيدخل ازاي؟ بغض النظر عن الأخلاق، ده شق. شق آخر، حكاية الأخلاق دي موضوع نسبي جدا. ليه؟ لأنه الأخلاق في العالم مرتبطة بالتربية، مرتبطة بالمجتمع، مرتبطة بالحضارة، مرتبطة بالثقافة، مرتبطة بأمور كتيرة أوي. في ثقافات في العالم بالنسبة لهم مثلا أكل لحوم البشر ما يعتبرش خطية، وممكن يعتبروا إنسان أمين في شغله لكن من أكل لحوم البشر هتعتبر ده أخلاقه عالية عشان أمين في شغله وهو عنده تجاوز فظيع. في المجتمعات الغربية النهاردة يستحلوا الزنا، ما عندهمش حاجة اسمها زنا، كلمة زنا دي مش مقبولة عندهم، ويستحلوا أنه يسقطوا العيال مثلا، واحدة تتحبل وتسقط، ويستحلوا أمور كتيرة بما فيها الشذوذ الجنسي، لكن ممكن يبقى في شغله متفوق متميز مجتهد ما يكذبش، فيقول لك ده إنسان أخلاقه عالية جدا. أخلاقه عالية في إيه؟ في بعض الأمور أخلاقه كويس فأنت حاسه إنسان مهذب ولطيف، وفي أمور أخرى مليان فساد ولخبطة ويقول لك دي حرية شخصية. فين المعيار اللي هحكم بيه على الأخلاق عشان أقول لا ده أخلاقه كويسة حرام يهلك؟ برضو في كلمة حرام يهلك دي، أنتوا أحبائي فكروا فيها، مين الأكثر رحمة بالبشر، أنا وإنتم ولا إلهنا اللي خلقنا؟ أكيد أنت رحيم وأنا رحيم بالناس اللي زينا، متعاطفين مع بعض، لكن اللي خلقنا وحبنا وفدانا متعاطف بالأكثر معانا، وده الإعلان الكتابي اللي قال الله يريد إيه؟ أن الجميع يخلصون، لا يشاء أن يهلك أحد، الله إلى الأبد رحمته. إذن لا يمكن إحنا نكون أكثر رأفة ورحمة بالبشر، فلو في أدنى فرصة لإنسان أنه يوصل السماء هيوصل السماء. يعني حتى لو أنت قلت ده ما يستاهلش، يمكن ربنا يقول لا ده يستاهل. لكن بصوا من زاوية أخرى، طريق السماء طريق واحد وما فيش غيره، والمسيح قال أنا هو الطريق. طيب لما واحد ياخد سكة تاني ربنا يفضل يقول له بس ما فيش غير السكة دي، وهو يقول له لا أنا هروح من السكة دي، يا حبيبي السكة دي بس اللي توصل، يقول لا معلش أنا هجرب السكة دي. طب وبعدين؟ عشان كده احنا بنقول الخلاص يبدأ بالإيمان، بدون إيمان لا يمكن إرضائه. من غير إيمان كل الحياة الروحية أو الحياة المسيحية ميبقاش ليها وجود ولا معنى، لأن الإيمان هو أساس العلاقة
بالله وأساس العلاقة بالحياة الأبدية. أما حكاية الأعمال فده موضوع نسبي جدا، لأن اللي أنت شايفه إنسان صالح في وقت، أولا صلاحه ده نسبي وصلاحه ده مؤقت، أنت ما شفتوش في مواقف أخرى ممكن يكون مخطئ ومخطئ بشكل فظيع. خدوا عندكم مثلا موسى النبي قبل ما يبقى نبي، الراجل ده حسب تعبير القديس طفانوس تهذب بكل حكمة المصريين، إنسان مهذب، إنسان رائي، تربي في بيت فرعون، إنسان مثقف جدا، إنسان أخلاقه عالية لأنه ما بيقبلش الظلم، فشايف العبرانيين مظلومين تعاطف معاهم. إذن هنا أنت ممكن تسميه أخلاقه عالية جدا. كمل بس القصة تلاقيه مسك واحد قتله، يبقى ما تسميه راجل مهذب وأخلاقه عالية ده مش بعيد أنه في لحظة غضب يغلط لدرجة القتل. طيب مين بقى اللي هيشيل الجريمة دي إما كانش في فكرة الفداء؟ أحبائي، الناس اللي بتتكلم عن الأخلاق العالية هم ناسين قضية كبيرة قوي، أنه الإنسان مهما كان بيغلط ويمكن بيغلط كل يوم. ولو أنت مثلا تصور معايا واحد بيسوق عربيته وملتزم بالسرعة وبالمبادئ المرور لمدة 3 أيام، ساق فيهم 10 ساعات مثلا، بعدين كسر إشارة، فالضابط بيقول له أنت هتدفع بقى إيه مخالفة؟ يقول له ده أنا بقالي 3 أيام بسوق ولا غلطة، أنت هتحاسبني على مرة غلطت؟ ينفع الكلام ده؟ يقول له يعني إيه؟ أنت مش مفروض تغلط ولا غلطة، عليك مخالفة لازم تدفعها، ولو ما عندكش فلوس هاخد الرخص، ولو مخالفة تاني يمكن ما ترجعش تسوق خالص. إذن مش معنى أن في إنسان مشي كويس شوية أنه ما غلطش، وكل غلطة بيغلطها الإنسان بتخلي عليه دين حسب تعبير الكتاب. مين هيدفع الدين ده كله؟ من المنطقي كمان أن المخالفات دي كلها هتبقى دين على الإنسان. طب مين هيسدد؟ والإنسان ما يقدرش يسدد لأنه غلطان في حق ربنا. إذن هنا هناك ضرورة للفداء، لفكرة المسيح المخلص اللي بيدفع الدين، بيسدد مديونية البشر مهما كان شكلهم صالح، هم مش صالحين على طول، وهذا الصلاح نسبي جدا ويخفي وراءه فساد، لأنه حسب تعليم الكتاب الجميع زاغوا وفسدوا. إذا لما يجي سؤال يقول أنا شايف إنسان فاضل مستخسر إنه يروح جهنم، عارفين الرد المقنع الحقيقي إيه؟ طب الحق كلمه عن المسيح، وصله للسماء، حطه على طرائق الملكوت بدل أنت مستخسره، ما تقعدش تتفرج عليه وتقول طب ما هو خسارة يهلك. أيوة اللي خسارة يهلك، ما هو ما فيش طريق للخلاص إلا المسيح. يبقى حاسب يكون شعورك ده سلبي، يعني أنت متعاطف لكنك واقف بتتفرج. لا، الطبيعي أنك أنت تقول طب ده على زقة، ده هي شخصيته الحلوة وأفكاره ومبادئه دي تخليه أقرب إلى الاعتراف بالمسيح والإيمان به. وده اتفق مع قصص الكتاب، زي مثلا شخصية كرنيليوس. كرنيليوس قيل عنه أنه إنسان فاضل جدا ويصنع صدقات وهو لا يعرف المسيح. لو كان هناك خلاص بدون المسيح لترك كرنيليوس في طريقه المهذب ولأخلاقه المثالية، إنسان فاضل. إنما لأن ربنا شايف إن ما فيش طريق للسماء غيره، بعت له ملاك يقول له هات بطرس وهيكلمك عن طريق الخلاص، وجاله بطرس وتعمد كرنيليوس وأهل بيته ودخل الملكوت. ليه؟ لأن ليس بأحد غيره الخلاص، ما فيش خلاص بدون المسيح. لكن لو قلنا إنه في ناس أخلاقها كويسة، طب ما كرنيليوس كان بالأولى، أخلاقه كويسة يكمل من غير مسيح وخلاص. قصة أخرى مثلا من العهد القديم، رعوس إنسانة طيبة واتجوزت شاب يهودي، وهي أساسا مش يهودية ولا تعرف إله اليهود الإله الحقيقي، إنما ربنا لأن شايفها إنسانة أخلاقها عالية ومثالية، دبر تدخل في رعيته في شعبه، أمنت بإله يعقوب بإله إسرائيل، وقالت لنعمة شعبك شعبي وإلهك إلهي، وراحت تخدم حماتها
وعاشت تحت رجليها، فاستحقت أن تدخل في شعب الله، واستحقت أنها تبقى جدة للمسيح. وطبيعي وصلت الفردوس. ليه؟ لأنها أمنت، لأنها انضمت لشعب الله. لكن اللي هيلغي الإيمان واللي هيلغي شعب الله أو الكنيسة هو لغى المشروع الإلهي. كل واحد من حقه يقول البيت بتاعي الباب من هنا، لكن ما ينفعش حد يدخل من الشباك. ودي تفكرني بالكلام اللي قاله ربنا يسوع له المجد في مثل الراعي الصالح. قال الذي يدخل من الباب هو راعي الخراف، أما الذي يدخل من موضع آخر فذاك سارق ولص. هي دي بالضبط ترد على السؤال بتاع الأخلاق. كل من ينادي بأن فكرة أخلاق الإنسان كفيلة بأن تضمن له حياة أخرى، هو الحياة ده موضع آخر، وذاك سارق ولص. يعني إيه؟ يعني سرق الناس من السماء، ضيع عليهم الطريق المظبوط. زي عارفين احنا في بلادنا ساعات نسأل عن إيه؟ وصفة مكان، فيبقى واحد مكسوف يقول معرفش، فيقول إيه؟ يعني يشرح لك سكة وبعدين تمشي وراه تكتشف انك رحت مكان تاني. ما تقول معرفش، المكان ده ما يتوصلوش غير بالطريقة دي. لكن في ناس بتقول آراء أخرى واقتراحات أخرى، الاقتراحات دي ما توصلش. هو في باب واحد والمسيح قال أنا هو الباب، ومحدش هيدخل إلا من خلالي، وإن دخل بي أحد يخلص، يدخل ويخرج ويجد مرعى. إذن الدخول بالمسيح يعني الإيمان بالمسيح، الدخول في الكنيسة في رعية الله، الانتماء لشعب الله، البنوية لله، هو ده اللي يخليك تدخل ملكوت الله. لكن حاجة تخص ربنا وانت بعيد عن ربنا، بعد ما تموت عاوز تبقى تبع ربنا ليه؟ طب ما العمر كله كان ليك، قعدت تقول الأخلاق الأخلاق والسلوك ومش السلوك. طب انت حر، انت بتقترح لنفسك سكة وبتقترح لنفسك علاج ورافض الطريق اللي ربنا اتكلم عنه. حاجة تاني في الموضوع ده، موضوع السلوك والأخلاق زي ما قلنا هو نسبي ومتغير بين كل الشعوب، لكن من زاوية أخرى وجود قانون أخلاق يجمع البشر هو نفسه زي ما قلنا في حلقات سابقة بيشاور أن لابد أن يكون في مرجع لهذا السلوك. يعني إيه؟ لو قلت لي في ناس في بلاد أمنا في شغله ما يحبوش الكذب أبدا، حاجة كويسة. عارفين أصل الحكاية إيه؟ ليه الناس دي ما بتحبش الكذب؟ لأن هم مخلوقين على صورة الله ومثاله، والله صادق وما يحبش الكذب. ففي حتة عدلة لسه فيهم ما باظتش من الصورة الأصلية، وفي حتة تاني مشوهة، زي ان هم يستبيحوا مثلا الجنس، يستبيحوا ظلم الشعوب الفقيرة، ان هم مشغولين بالفلوس ومعتبرين دي حاجة طبيعية جدا ومش غلط. اذا لما تلاقي حتة صح في بني ادم حسب ايماننا المسيحي هي مصدرها الحقيقة ان صورة الله، فبالتالي بالاولى يكمل الصورة ويرجع كل صورة مظبوطة على الاصل اللي اتخلق عليه، ودي ملهاش سكة الا المسيح نفسه. وهو ده الفكر المسيح. الإنجيل بيعمل فينا إيه؟ الإنجيل بيظبط صورتنا مرة تاني عشان ترجع تبقى شبه ربنا. تعاليم المسيحية مش مجرد شوية أخلاق عالية، لا، تعاليم المسيحية بترجعنا للأصل اللي المفروض اتخلقنا عليه ونعيش عليه. وعشان كده إيه؟ لما نيجي ندخل السماء نبقى شبه المسيح، فيبقى طبيعي إن مكاننا مع المسيح إلى الأبد. حتى في روميا يقول القديس بولس ليكونوا مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين، والذين سبق فدعاهم سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه. يبقى ربنا بيشتغل مع البشر، وكل اللي يتجاوب معاه يفضل يظبط في صورته لغاية ما يجهزه للسماء، فيقول له تعالى انت بقيت شبهي، تعالى ادخل معايا بقى، يليق بيك دخول ملكوت ابن الله. تاني بنأكد انه مفيش خلاص خارج المسيح، ده اعلان الكتاب المقدس. عاجب الناس مش عاجب الناس دي قضية اخرى، انما احنا ما نقدرش نقول غير اللي قاله المسيح له المجد. لكن لما تتسأل سؤال مباشر، الانسان ده كان مثالي وبيخدم وامين لكن مات وما نعرفش بقى امن ولا ما امنش،
بلاش نقول راح فين، احنا هنقول لو كان آمن بالمسيح يبقى ربنا عارف يدخله السماء، لكن لو كان رافض المسيح أيا كانت سلوكياته الحقيقة حسب إيماننا هو ملوش في السماء نصيب، لأنه ده تعليم المسيح، من يرفض ابن الله يبقى ملوش نصيب في الحياة الأبدية، يمكث عليه غضب الله، تعليم الكتاب كده. موضوع الأخلاق كمان بيلغي فكرة أن الله هو اللي بيغير ويخلص الإنسان، هو بديل للخلاص اللي عمله المسيح. زي إيه؟ الشعب اليهودي من ناحية الأخلاق لما تقروا تاريخه مثلا من وقت موسى لغاية المسيح 1500 سنة، أخلاقيا هو مش أحسن شعب، بالعكس هو شعب مليان لخبطة، شعب يميل للتذمر، بينسى فضل ربنا، بيقعوا في عبادة أوثان، في إباحية، في زنا، في ظلم، في حروب. إذن هو من الناحية الأخلاقية مش أحسن شعب، لكن ما يميز هذا الشعب كلمة واحدة بس، إنه كان شعب مؤمن في وقت بربنا. بدأ بابونا إبراهيم وده رجل الإيمان، أبو الإيمان، وبقى العهد بين ربنا وأبونا إبراهيم لو ولادك كملوا على إيمانك يفضلوا شعبي، هما ما كملوش وعشان كده سقط منهم الاسم الجميل بتاع الشعب المختار، وبقينا احنا وكل من يؤمن بالمسيح شعبا مختار. لكن انا بأكد على فكرة ان ربنا ما كانش باصص ان الشعب ده افضل او اسوأ من الشعوب من الناحية الاخلاقية، كان باصص لهم ان انتوا لما تؤمنوا بيه الايمان طبعا يستدعي الخضوع لوصية ربنا، طبيعي اخلاقكم هتتصلح لكن هتفضلوا شعبي لان انتوا متمسكين بيه. يبقى هنا الإيمان بالمسيح هو اللي بيسمو بالأخلاق، وهتلاحظوا بقى أن الأخلاق المسيحية والأخلاق اللي من ناحية ربنا تتسامى حتى فوق قاموس وناموس الأخلاق الطبيعية. يعني إيه؟ يعني لو واحد ملوش في ربنا وما عندوش إنجيل ومرجعه ضميره البشري هيعمل خير، احنا قلنا ده امتداد لجمال صورة الله المشوهة اللي في البشرية، لكن لو لقى الخير اللي هيعمله هيجي على نفسه زيادة أو هيجي على بيته مثلا، غالبا ما ضميره هيحط له حدود ويقول له لا احنا نعمل خير لكن مش لما درجة نتأذي أو نخسر. لكن في تعليم المسيح له المجد، في مثاليات ربنا يسوع له المجد، في النمو الروحي اللي احنا بننمو فيه في اتجاه القداسة، لا احنا ممكن نخدم الناس ونحب الناس ونيجي على نفسنا، ده احنا ممكن نوصل نتشبه بالمسيح ونموت من اجل الناس. ده مش موجود في عرف الناس، ده مش هتلاقوه في اخلاق البشر العادية، لا ده هتلاقوه بقى ايه في الفكر المسيحي بس، لان ربنا يسوع له المجد هو اللي بيسمو بالبشرية الى هذا المستوى. كمان الانسان الطبيعي الكتاب قال لا يقبل ما لروح الله، إذا كانت الطبيعة بتحكم، الطبيعة فيها خير، فالطبيعة بتعلم الخير، بتعلم الصدق والأمانة، لأن الطبيعة كمان مخلوقة على يد الله، ففيها يعني نسمة من العلي، فيها رسائل روحية. فالإنسان الطبيعي اللي هنقول عليه أنه إنسان فاضل، هنفترض كده، ما زال مربوط بحدود هو حاططها. يعني ايه؟ يعني مش ممكن يدي لدرجة انه يفتقر، دي ما شفناهاش الا مثلا في الرهبانة لانها فكرة مسيحية، ممكن واحد غني، ممكن ابن ملك يسيب كل حاجة عشان يعيش افقر من كل البشر من اجل المسيح. طب ده مش هتلاقوه في فكر الدنيا، هذه المثاليات العالية مش هتلاقوه. مثلا فكر العالم مش هتكلم في البتولية دي درجة ارقى كتير من أي أخلاق عالية في الدنيا، لأنه هنا واحد بيتسامح حتى عن الزواج اللي ربنا سامح به من أجل أنه يعيش مع ربنا ويركز في ربنا. فلما نحط أخلاق العالم وأخلاق المسيح في ميزان هنلاقي لا طبعا تعاليم المسيح تسمو بالأخلاق أكثر من عرف الناس أيا كانت أعرفه. ده مش بيلغي يا أحبائي أبدا أن في ناس كويسة قوي وفي ناس ضميرها بيحكمها، لكن هذا الضمير البشري
له حد، له سقف، والضمير ده ممكن يتشكل، ممكن يبقى مميز في حاجات ومخطئ في حاجات. كمان دي محاولة من الشيطان انه يجعل ضمير الانسان هو حكمه، وبعد كده يغير في الضمير براحته. لكن اللي بيحكمنا مش الضمير البشري في الآخر، اللي بيحكمنا ان القاموس الإلهي، خطة ربنا، تعاليم المسيح له المجد، رأي ربنا اللي خلقنا، الصورة الأصلية اللي اتحطت فينا اللي هي صورة المسيح، هي دي اللي على أساسها هندخل السماء أو مش هندخل. تاني نناقش ونراجع الإجابة، إذا كان في ناس متعاطفة مع بشر بالملايين، أخلاقهم كويسة، عندهم معاني ومثاليات رائعة، الأفضل بينا كمسيحيين إن احنا نصلي لهم وإن احنا نتسامى بالأخلاق عنهم في محاولة لتقديم المسيح ليهم، لأننا مش هنعرف نطلع برا القاعدة بتاعت بدون المسيح لا خلاص. وعلى فكرة بدل قلنا بدون المسيح، على طول امتدادها بدون الكنيسة، لأن المسيح ما يتفصلش عن كنيسته ولا خلاص خارج الكنيسة، ده كان تعليم أبائنا القديسين، لأن الكنيسة جسد المسيح. فلو الإنسان ما بقاش عضو في جسد المسيح مش هيدخل السماء. لو واحد من بره بره كده، حتى عجبه المسيح من بعيد، طب ما تعمدش ليه ودخل الكنيسة؟ طب ما تبش ليه وبقى عضو في الكنيسة؟ طب ما بيتناولش ليه ويلزق في المسيح؟ طب ليه مش بيخدم داخل العضوية المقدسة لكل أعضاء المسيح؟ لأن هو ده الكيان اللي امتداده الطبيعي السماء. فما ينفعش أنك تيجي تقول ده إنسان بكامل أعضائه، وبعدين طب ليه الإيد التانية دي مش تبعه؟ ما هو الإيد التانية دي ما انضمتش للجسد. الغصن ده شكله حلو بس ما تغرسش في الكرمة، ما دخلش فيها، فطبيعي إنه هينشف بعد شوية ويهلك. لكن الكرمة الوحيدة الحية هي المسيح، وكل غصن فيه يثبت يأتي بثمر، وكل ما لا يأتي بثمر يقطع ويلقى في النار. إذن لا طريق للسماء إلا الثبات في المسيح. مهما تعاطفنا مع البشر وشايفين ناس كويسة يعني خسارة تهلك، خلينا نصلي لهم، خلينا نعيش قدوة ومثاليات أعلى عشان نشهد للمسيح، خلينا نكلمهم عن ربنا يسوع الطريق الوحيد للملكوت. لكن ما ينفعش نقلب الموازين ونقول يبقى كله كويس وكله يدخل السماء ونتجاهل تعليم المسيح. وإلى لقاءات أخرى من برنامجك وسؤال محيرني، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.